السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين دمعة على وداع رمضان وفرحة بقدوم العيد، أقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أعاده الله علينا باليمن والخير والبركات. كل عام وأنتم بأحسن حال. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن غفر له ذنوبه وستر عنه عيوبه وأسكنه الفردوس الأعلى وأعتقه من النار. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالخير، وأن يبارك فينا وفي أهلنا وأولادنا وأموالنا وبلادنا. أسأل الله أن يجعلنا دائما سالمين وفي الخير منعمين، وبارك الله فيكم والسلام عليكم.